الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهينا في الدرس الماضي من قواعد وتفاصيل باب صلاة التطوع، ونعقبه إن شاء الله عز وجل بالكلام على قواعد وتفاصيل باب صلاة الجماعة والإمامة، فنقرأ الباب أولا كاملا. نعم. باب صلاة الجماعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هي آكد من السنن وتنعقد باثنين، وإذا عندكم هي آكد من السنن، كلكم في أحد مع الكتاب؟ هي آكد السنن، ها؟ من السنن. هي آكد من السنن وتنعقد باثنين، وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، وتصح بعد المفضول، والأولى أن يكون الإمام من الخيار، ويؤم الرجل بالنساء لا العكس، والمفترض بالمتنفل والعكس، وتجب المتابعة في غير مبطل، ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون ويصلي بهم صلاة أخفهم، ويقدم السلطان ورب المنزل، والأقرأ ثم العالم ثم الأسن. وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المأمومين، موقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه، وإمامة النساء وسط الصف، وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى، وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل، ويتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. نعم. الكلام على هذا الباب في مسألتين: في المسألة الأولى في القواعد التي تخرج عليها تلك الفروع التي سمعتموها، والمسألة الثانية في شرح تفاصيل مسائل المتن. فنقول: وبالله التوفيق، اعلم أن باب الجماعة والإمامة فيه جمل من القواعد والأصول والضوابط. القاعدة الأولى: الجماعة فرض عين على كل مكلف إلا بدليل. الجماعة فرض عين على كل مكلف إلا بدليل، وقد دل على وجوبها وفرضيتها الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وهذه الآية في صلاة الخوف وفي حال اشتباك القتال، فإذا كانت الجماعة واجبة على المجاهدين في حال القتال والخوف، فوجوبها في حال الأمن من باب أولى. ولأنك لو نظرت إلى صلاة الخوف لوجدت أن الله عز وجل قد تجاوز عن كثير من الأركان وكثير من الشروط وكثير من الهيئات والصفات حتى تقام الصلاة جماعة. ومن المعلوم أن تفويت هذه الواجبات لا يكون لمراعاة سنة، وإنما واجب يفوت لمراعاة واجب. والمتقرر عند العلماء أن الواجب يسقط لواجب، فلو كانت صلاة الجماعة مجرد سنة لما أسقط الله عز وجل في صلاة الخوف هذه الأمور، وجعل هؤلاء يتقدمون وهؤلاء يتأخرون وهؤلاء ساجدون ومن وراءهم قائمون، كل ذلك من باب مراعاة الجماعة. أفتكون الجماعة بعد ذلك مجرد سنة فقط؟ الجواب: لا يكون ذلك. وكذلك قول الله عز وجل: اركعوا مع الراكعين، فأمرهم بالركوع أي بالصلاة مع الراكعين أي مع المصلين. ومن المعلوم أن العبادة إذا ذكرت بجزئها أو ركنها فالمراد كلها، إذا ذكرت العبادة بجزئها فالمراد كلها. فأمر الله عز وجل، فلم يأمر الله عز وجل بالصلاة فقط، بل أوجب إيقاع هذه الصلاة مع المصلين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. الحديث: أفيظن أن تكون تلك العقوبة الهائلة لمجرد تفويت سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها؟ الجواب: لا يكون هذا. وأضف إلى هذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين، أي جماعة، صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فوصفهم بالمنافقين كان بسبب تخلفهم عن تلك الجماعة. واعلم أنه ليس ثمة صفة يستحق صاحبها أن يوصف بأنه منافق إلا وهي واجبة، إذ أن الإنسان إذا تخلف عن سنن فلا يجوز أن تصفه بأنه منافق، لأن الوصف بالنفاق عقوبة، والعقوبات لا تكون إلا على تفويت الواجبات، العقوبات لا تكون إلا على تفويت الواجبات. وأضف إلى هذا ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. مع أن هذا الرجل أعمى وبينه وبين المسجد مفاوز فيها الحفر وفيها الحيات والعقارب، وليس ثمة قائد يلائمه دائما، أحيانا يجد وأحيانا لا يجد، ومع هذه الأعذار كلها فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطر بنفسه وأن يأتي لصلاة الجماعة إذا كان يسمع النداء. والشريعة مبنية على التيسير والرحمة، فلما لم يرخص في تفويت صلاة الجماعة دل ذلك على أنها واجبة، فلا يدخلها التيسير بتركها إذا كان الإنسان مستطيعا لشهودها. وأضف إلى هذا ما في سنن ابن ماجة بإسناد على شرط الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فقوله لا صلاة هذه عقوبة ولا لا؟ والعقوبات لا تكون إلا على ترك الواجبات. فإذا دلت هذه الأدلة على أن صلاة الجماعة واجب. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، هم بيصلون في بيوتهم بس المقصود الجماعة، وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به، من أن كل مكلف ذكر لا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة ما دام قادرا على شهودها. وبه يتبين لك أن قول المصنف رحمه الله هي آكد من السنن، أو آكد السنن في بعض النسخ، أنه على القول المرجوح، بل الراجح الحق الذي لا ينبغي القول بغيره، أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مكلف، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. القاعدة الثانية: كلما كان الإمام أجمع للشروط المعتبرة كلما كانت الصلاة أكمل. كلما كان الإمام أجمع للشروط المعتبرة كلما كانت الإمامة أكمل. فيستحب لك أن تختار الإمام الذي يستجمع الشروط المعتبرة في الإمامة، وهي المذكورة في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في كتاب الله سواء فأعلمهم بالسنة. إذن جودة القراءة وجودة العلم بالسنة هذا شرطان معتبران. قال: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة،
إذا انقدموا الهجرة شرط معتبر، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، الأقدمية في الإسلام، وفي رواية سنا أي الأكبر في السن، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطان أي اعتبار السلطان، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. فإذا هذه شروط معتبرة، فكلما كان إمامك في الفريضة أجمع للشروط المعتبرة كلما كان أجر الصلاة أكمل. ومن جملة الشروط المعتبرة التقى والصلاح في الظاهر والعدالة والاستقامة. ومن ثم اختلف العلماء في بعض الشروط أهي معتبرة أو لا، منها النسب، علو النسب أفيعتبر في إمامة الصلاة؟ على قولين، والقول الحق عدم اعتباره، بل لو كان المولى العبد الرقيق هو الأقرأ فهو الأحق بالتقديم، لما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المهاجرون الأولون حين قدموا المدينة يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد، وسمى ناسا من قريش، ولأنه منصب ديني والمناصب الدينية لا تعتبر فيها الأنساب، لكن الخلافة والإمارة منصب دنيوي فلا ينبغي أن يتولاه الرقيق. ولذلك قال: الأئمة من قريش، أي أئمة المناصب الدينية، عفوا، أئمة المناصب الدنيوية، وأما القضاء والأذان والإمامة والتعليم هذه مناصب إيش؟ دينية، وخذوها قاعدة، لا اعتبار بالأنساب والأحساب في مناصب الدين، لا اعتبار للأحساب والأنساب في مناصب الدين. لما؟ لأن أكرمنا عند الله أتقانا. ومن كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤذن بالفرائض الخمس في المدينة بين يديه؟ الجواب: هو بلال العبد الحبشي. فإذا لا قضية الحرية والنسب علوا وانخفاضا لا شأن لها بمسألة الإمامة لأنها منصب ديني. ثم اختلف العلماء في مسألة البلوغ من عدمه، هل يعتبر في الإمام أن يكون بالغا؟ على قولين لأهل العلم، والأقرب عندي عدم اعتباره، فالصبي المميز إذا كان هو الأقرأ والأكبر سنا لا يعرف القراءة، فإن الأحق بالتقديم هو ذلك الصبي. وبرهانه ما في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. ثم اختلفوا في اشتراط الحضر من عدمه، لو اجتمع مسافر وحاضر فأيهما أولى بالإمامة؟ فيه خلاف، والقول الصحيح أنه لا اعتبار بسفر ولا حضر في مسألة الإمامة، فأحق الشخصين أقرأهما، فإن كان الحاضر أقرأ فهو أحق، لا لأنه حاضر وإنما لأنه أقرأ، وإن كان المسافر أقرأ فهو الأحق، لا لأنه مسافر وإنما لأنه أقرأ. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس في مكة في غزوة الفتح وهو مسافر، لأنه الأقرأ والأعلم والسلطان. واختلف العلماء كذلك في مسألة الذكورة والأنوثة، والقول الحق أن خذوا قاعدة أن الأصل المتقرر شرعا أن شعائر الدين الظاهرة لا يتولاها النساء، شعائر الدين الظاهرة ليست من خصائص النساء مطلقا، الأذان شعيرة ظاهرة ما تؤذن المرأة، صلاة الجماعة شعيرة ظاهرة ما تؤم المرأة، القضاء شعيرة ظاهرة ما تتولاها المرأة،
الإمامة إمامة الدنيا الحكم شعيرة ظاهرة فلا تتولاها المرأة. الدعوة النبوة مقام النبوة هل يمكن أن تكون امرأة نبية؟ في خلاف بين أهل السنة، والقول الصحيح أن المرأة لا تكون نبية لأن النبوة من الشعائر الظاهرة الظاهرة. فإذا عندنا كلية احفظوها، كل شيء من شعائر الدين الظاهرة لا يجوز أن تتولاه النساء. ومن القواعد أيضا لا يجوز التخلف عن جماعة إمام المسلمين الذي لا تقام الجمعة والجماعة إلا خلفه. لا يجوز التخلف عن جماعة المسلمين، لا يجوز التخلف عن جماعة إمام المسلمين الذي لا تقام الجمعة والجماعة إلا خلفه، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. بل إن أهل السنة يصفون من تخلف عنها بأنه منافق ومبتدع ويريد أن يشق عصا المسلمين، ولذلك قرروا في قواعدهم السنية السلفية: ونرى الصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا. فلا يجوز لأحد أن يتخلف عن شهود الجماعة التي لا تقام إلا خلف هذا الإمام. فإذا ابتليت بأن هذا الإمام فاسق ولا تقام الجمعة في البلد إلا خلفه، فإياك يا أخي الكريم أن تتخلف لفسقه. ولذلك كان الإمام أحمد وغيره من أهل السنة يصلون خلف المأمون وخلف الأمين وخلف المعتصم، وهم معتزلة كلهم من المعتزلة، وآذوا الإمام أحمد الإذاء العظيم، ومع ذلك كان يأمر بالصلاة خلفهم. ومن القواعد أيضا الاختلاف بين الإمام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الاقتداء به. ما أجمل هذه القاعدة، رحمك الله، ما أجمل هذه القاعدة، ليست ما أجمل هذه العطسة. ويقال إن العطاسة عند ذكر القاعدة دليل صحتها. استغفر الله. في حديث موضوع: إذا عطس الرجل عند الخبر فهو دليل صدقه، لكن مكذوب. إيش نقول؟ الاختلاف بين الإمام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الاقتداء. إيش معنى هذا؟ يعني أن الإمام إذا كان مفترضا وأنت متنفل فلا يؤثر ذلك، لأن الاختلاف بينكما إنما حصل في النية، والاختلاف في النية ما يؤثر في صحة الاقتداء. وإذا كان الإمام متنفلا والمأموم مفترضا فأيضا لا يؤثر، لأن الاختلاف حصل في النية. وإذا صار إذا كان الإمام يقضي ودخل معه إنسان يؤدي، فهذا يقضي وهذا يؤدي، فالاختلاف مجرد في النية فقط. وكذلك إذا كان هذا مسافرا وهذا مقيم، فهذا ينوي الإتمام وهذا ينوي القصر، فالاختلاف بينهما إنما يكون في النية، وإلا فكل يصلي فريضته. هذا يصلي عصرا خلف من يصلي ظهرا، هل في إشكال؟ الجواب لا. فإذا هذه قاعدة يندرج تحتها فروع كثيرة. فإذا كان الاختلاف بين الإمام والمأموم في مجرد النية فإياك أن تقول لا يصح. وبرهانها ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. اختلفت النية ولا لا؟ ما أثرت، ما أثرت، ما أثرت ولا لا؟ أنتم معي؟ وروى الثلاثة وصححه ابن حبان من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمسجد الخيف في ميناء، فلما قضى الصلاة إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، والفرائص هي لحمة الكتف، غالبا ما يستطيع الإنسان اصطناع انتفاضتها،
ما تنتفض إلا في خوف صدق. فقال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. إذن أدوا الفريضة ولا لا؟ وهو وقت نهي، ترى في حقهم وقت نهي الآن. قال: فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام فلم يصلي فصليا معه، فإنها لكما نافلة. إذن هذا عكس حديث معاذ. حديث معاذ يدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وحديث يزيد يدل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض. وصلاة المقيمين من المسلمين بمكة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وغيره دليل على صحة صلاة المقيم خلف المسافر. فأخذ العلماء من مجموع ذلك أنه يجوز الاختلاف بين الإمام والمأموم في النية. فإن قلت: وكيف نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه؟ قال: الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فالأدلة المجيزة للاختلاف بينهما محمولة على اختلاف النية والباطن، والأدلة التي تنهى عن اختلاف المأموم على إمامه محمولة على اختلاف الأفعال في الظاهر. فلا يكون قائما وأنت ساجد، ولا يكون ساجد وأنت راكع، لا تختلف عليه. بدليل آخر الحديث في قوله: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، والتكبير فعل ظاهري، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، والركوع فعل ظاهري. إذن دل ذلك على أن الاختلاف المنهي عنه إنما هو الاختلاف في الظاهر، وأما الاختلاف في الباطن فلا يؤثر. ومن القواعد أيضا تقديم كل زيادة أو نقص، كل زيادة أو نقص دخل على صلاة المأموم لمراعاة الاقتداء فمغتفر. كل زيادة أو نقص دخل على صلاة المأموم لمراعاة الاقتداء فمغتفر. أعيدها مرة ثالثة: كل زيادة أو نقص دخلت على صلاة المأموم لمراعاة الاقتداء فمغتفرة. وهذا لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم رحمهم الله. وأضرب لكم مثالا واحدا يجمع دخول الزيادة والنقص، لكن تبعوا معي، تبعوا معي يا إخوان. دخل الإمام في صلاة الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات. صلى الركعة الأولى ثم دخل مأموم وقد فاتته ركعة، فدخل مع إمامه، هي الثانية في حق من؟ تبعوا معي، الإمام، ولكنها الأولى في حق المأموم. صلى الإمام الثانية في حقه، ماذا يشرع للإمام حينئذ؟ أن يجلس جلوسا يقال له إيش؟ المأموم سيجلس معه، لكن هذه الجلسة زائدة على نظم صلاة المأموم، إذ ليس التشهد لا أول، لأنه لم يصلي إلا ركعة، ولا تشهد أول إلا بعد ركعتين، وليس التشهد أخير، إذن هي زيادة على نظم صلاته، لكن لماذا فعلها؟ لضرورة الاقتداء فمغتفر. كل زيادة تدخل على صلاة المأموم لضرورة الاقتداء مغتفر. نكمل المثال: قام الإمام للثالثة في حقه وقام المأموم معه للثانية، ثم صلى الإمام الثالثة وقام مباشرة للرابعة، هذا هو وقت جلوس المأموم للتشهد الأول، لأنه قد صلى ركعتين يا عبد الرحمن. طيب، هل جلس ولا ما جلس؟ إذن نقصت صلاته التشهد الأول. أنتم معي؟ نعم. طيب، نقص دخل على صلاة المأموم أفلا يبطلها؟ الجواب لا. أولا يجبره بالسهو؟ لا. كل زيادة أو نقص تدخل على صلاة المأموم لضرورة الاقتداء فمغتفرة. اسمع الآن، طيب، صلى الإمام الرابعة، جلس للتشهد الأخير في حق من؟ الإمام، لكن المأموم وش مكان هذا الجلوس من الإعراب؟ زيادة. فإذا كم حصل في زيادة في صلاته؟ زيادتان ونقص، ومع ذلك صلاته زي القشطة ولا غبار عليها مطلقا، وصلاته صحيحة يا علي، ولا يجبرها لا بسجود سهو ولا بغيره.
كل ذلك لضرورة الاقتداء. وضحت القاعدة؟ ومنها أيضا من القواعد تقدم المفضول على الفاضل في الإمامة لا يضر في أصل صحتها. تقدم المفضول على الفاضل في الإمامة لا يضر، لا يضر يعني في أصل صحتها، كما تقدم في الإمامة أبو بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإصلاح بين قبيلتين. ولذلك إذا كان إمام حيك ليس أفضل منك قراءة ولا علما ولا هديا وسمتا والتزاما بالهدي الظاهر، فإياك أن تتخلف عن الصلاة خلفه حتى لا تكون ثغرة يتفرق بها الجماعة أو يكثر عليك وعلى غيرك القيل والقال. وجمع الكلمة وائتلاف القلوب أولى من مراعاة شيء فات من شروط الإمامة المعتبرة. فقصاراها أنه مفضول تقدم بين يدي فاضل، وتقدم المفضول على الفاضل في الإمامة لا يضر. ومن القواعد أيضا ذو السلطان في الإمامة أولى في سلطانه، ذو السلطان أولى بالإمامة في سلطانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا نقصد به السلطان الأعظم، بل يدخل فيه السلطان الأعظم والسلطان الأخص، فصاحب البيت سلطانه أخص خاص. فإذا زرت أحدا من الناس في بيته أو في مزرعته فإياك أن تتقدم بين يديه إلا بإذنه، لأنه ذو سلطان، وذو السلطان أولى بالإمامة في سلطانه. وملك المملكة مثلا أو رئيس جمهورية لا حق لك أن تتقدم عليه حتى وإن كان مسبلا أو حليقا أو مبتدعا أو صوفيا أو أشعريا أو جهميا، لا حق لك أن تتقدم إلا إذا قال تقدم يا فلان أو تأخر يا فلان، تصلي خلفه لأنك في سلطانه وفي منطقة حكمه ونفوذه. وإذا ذهبت إلى شركة أو مؤسسة وفيها مصلى فأحق الناس بالإمامة في هذا المصلى مدير أو رئيس هذه الشركة، إلا إذا طابت نفسه الأحق في تقديم غيره فالحق له إن تنازل عنه، وإلا فهو أحق به. والقاعدة المتقررة تقول كل ذي حق فيجوز له التنازل عن حقه كلا أو بعضا، كل ذي حق فيجوز له أن يتنازل عن حقه كلا أو بعضا. إذا جاء الإمام وقد افتؤت عليه، افتؤت يعني تقدم بين يديه قهرا، فهو الأحق في أن يبعد الإمام الدخيل ويتقدم هو حتى ولو كانوا في الركعة الرابعة. فماذا يفعلون؟ يتقدمهم ويتأخر هذا ويصلي هو الأولى في حقه والرابعة في حقهم، ثم يجلسون ينتظرونه حتى يتم صلاته، ولهم إذا طال عليهم المقام أن يسلموا وينصرفوا، لكن لا حق لأحد أن يتقدم بين يديه. الإسلام جاء باحترام المناصب، هذا منصب ديني أو دنيوي خوله الله عز وجل لهذا الشخص، فلا حق لك أن تنازعه ولا أن تتسلط عليه ولا أن تفتئت عليه إلا بالطريق الشرعي. أما بالعنجهية والسلاطة والعدوان هذه ما في الإسلام هذه. ولذلك حرمت الشريعة الخروج على الحاكم، وحرمت رفع السيف في البلد، كل ذلك من باب عدم منازعة الأمر أهله. فحمت الشريعة الإمامة الدينية والإمامة الدنيوية. ومن القواعد أيضا كل صلاة تشرع لها الجماعة فالأصل فيها الجهر ما عدا الظهرين، كل صلاة تشرع فيها الجماعة فالأصل فيها الجهر ما عدا الظهرين. ولو أنك سبرت جميع الصلوات لوجدتها قاعدة كلية صادقة. إنما الظهران
هي الجماعة التي تشرع لها، هي الصلاة التي تشرع لها الجماعة، تشرع لها الجماعة، ومع ذلك لا يجوز أن يجهر فيها، فهي صلاة سرية. صلاة الاستسقاء إن وقعت نهارا جماعة يجهر فيها، صلاة الكسوف إن وقعت نهارا يجهر فيها، صلاة العيدين يجهر فيها، الجمعة يجهر فيها، المغرب، العشاء، الصبح، كل صلاة تشرع لها الجماعة فالسنة فيها الجهر. حتى التراويح صلاة يشرع لها الجماعة فيشرع فيها الجهر. ومن القواعد أيضا، كلما كانت الجماعة أكثر عددا كانت أكثر ثوابا وأجرا، كلما كانت الجماعة أكثر عددا، كلما كانت أكثر ثوابا وأجرا. وبرهانها حديث أبي داود بإسناد صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. ولذلك لا ينبغي أن يتفرق الناس عن الجماعة الواحدة، ولا أن يتخلف جماعة بنية أنهم سيصلون بعد نهاية الجماعة الأولى، فهذا محرم في الشريعة. ومن القواعد أيضا، كل ما ألهى، كل ما ألهى عن شهود الجماعة الواجبة فمحرم، كل ما ألهى، ألهى يعني أشغل وصرف الإنسان عن شهود الجماعة الواجبة فمحرم. وبرهانها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا وإن كان في خصوص صلاة الجمعة، إلا أن علته عامة، والمتقرر عند العلماء أن العبرة بعموم التعليل لا بخصوص السبب. فإذا نزل نص له علة عامة على في معالجة جزئية فلا تقف عند الجزئية، وإنما اعمل بعموم العلة. لماذا حرم الله الاشتغال بالبيع في يوم الجمعة؟ قال: لأنه يشغل عن شهود الجماعة الواجبة. فإذا علمنا أن كل جماعة واجبة فيحرم الاشتغال عنها بأي شيء يلهيك أو يصرفك، فلا يجوز البيع ولا الشراء، بل ولا عقد النكاح ولا المجالس الجانبية، فضلا عن متابعة المسلسلات والدوري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجميع ما ألهاك وصدك وأشغلك عن شهود الجماعة فمحرم. ويستدل عليها بقول الله عز وجل مبينا واحدا من علل تحريم الخمر: إنما يريد الشيطان، أي بالخمر والميسر، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فإذا كل ما أشغل وصد فهو محرم. ومن القواعد أيضا: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وأنا أحببت إخراج هذه القاعدة بنفس النص لتكون أصلا ودليلا في نفس الوقت، وهذه أقوى القواعد، أن تكون القاعدة متفقة في لفظها مع النص. ونصها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن اتفق العلماء على أن صلاتها في بيتها خير لها، خير لها، حتى ولو كانت في حرم المدينة أو مكة، فصلاتها في بيتها أعظم ثوابا وأجرا من 100,000 صلاة فيما لو صلتها في الحرم، أو 1,000 صلاة فيما لو صلتها في المدينة. صلاتها في بيتها أجرها عند الله أعظم من 100,000 صلاة و1,000 صلاة، لموافقة السنة، وموافقة السنة لا يعدلها شيء. لكن العلماء اشترطوا صلاتها وخروجها بأن تكون تفلة، يعني غير متبرجة ولا متزينة، وألا تكون متطيبة،
لما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، من حديث زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيما امرأة مست طيبا فلا تشهدن مسجدنا. ولأن خروجها للمسجد تحصيل مصلحة، فإذا كان في خروجها مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة فلا جرم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومن القواعد أيضا كل صف من صفوف الجماعة فهو خير وأفضل ممن بعده، كل صف من صفوف الجماعة فهو خير وأفضل ممن وراءه. وعلى ذلك الأدلة الدالة على أفضلية الصف الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، حديث صحيح. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الصف الأول ثلاثا وعلى الصف الثاني واحدة كما عند النسائي وغيره بإسناد صحيح. ومن القواعد أيضا خير صفوف الرجال أولها تحفظون الحديث وشرها آخرها، والعكس بالعكس، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، والعكس أي في صفوف النساء بالعكس أي خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إلا أن الإمام النووي وغيره من أهل العلم نصوا على أن هذا التفضيل إنما يكون إذا كانت الصفوف يرى بعضها بعضا، وأما إذا كانت صفوف النساء مستقلة في جزء وفي بناء خاص بهن فصفوفهن كصفوف الرجال في هذه الحالة خيرها أولها. كما في مسجدنا هذا فإن مصلى النساء منعزل تماما عن مصلى الرجال، فينبغي للمرأة ألا تفوت فضيلة الصف الأول في هذه الحالة. ومن القواعد أيضا لا صلاة لمنفرد خلف الصف اختيارا، لا صلاة لمنفرد خلف الصف اختيارا. وبرهانها حديث وابصة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. وفي صحيح ابن حبان من حديث علي بن شيبان مرفوعا لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإن قلت ولماذا قلت اختيارا، فأقول الجواب حتى يخرج حالة الاضطرار، فإذا جاء الإنسان إلى المسجد فوجد الصف الذي يليه ممتلئا فإن واجب المصافة في هذه الحالة يسقط عنه لأنه عاجز عن تحقيقه والواجبات تسقط بالعجز فيصلي منفردا. هل انفراده انفرادا اختياريا ولا اضطراريا؟ اضطراريا. فإذا لا يبطل الصلاة إلا الانفراد الاختياري لا الانفراد الاضطراري. واختار ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وهذا أصح من قول من قال إنه يتقدم يصلي عن يمين الإمام، لأنه لو دخل آخر فعن يمين الإمام أيضا. طب لو دخل آخر لم يدخلوا مجموعة وإنما دخلوا فرادى يعقب بعضهم بعضا فإن هذا يؤدي إلى وجود صف عن يمين الإمام. وأما زيادة الطبراني ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا فإنها موضوعة لا تصح. فالحل في ذلك ألا يسحب ولا يزاحم ولا يلمس كتوف الرجال، يؤذي الناس بلمس كتوفهم أو بدفع كتوفهم أكتافهم، وإنما يصلي خلف الصف وحده وصلاته صحيحة. وقصار الأمر أنه واجب فات بالعجز. ومن القواعد أيضا من أما الناس فليخفف على منهاج السنة للأهواء، من أما الناس فليخفف على منهاج السنة للأهواء. ودليلها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس
فليخفف، فإن من ورائه الصغير والكبير وذا الحاجة. وفي الصحيحين من حديث جابر أن رضي الله عنه أن معاذا صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها واقرأ باسم ربك. وفي رواية والضحى، وفي رواية أخرى والليل إذا يغشى. وفي الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري مثله، أي في قصة معاذ أيضا. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن آخر القاعدة يبين هذا التخفيف المأمور به شرعا، وهو أنه تخفيف على منهاج السنة لا على شهوات الناس ورغباتهم. ودليل ذلك ما في الصحيح من حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، أي في صلاة المغرب، بالصافات في صلاة المغرب، ومع ذلك يأمرهم بالتخفيف. فإن الأمر لو عاد إلى شهوات الناس لطلبوا منك تفريق إنا أعطيناك الكوثر في الركعتين. فالتطويل والتقصير ليس مرده الأهواء ولا الشهوات ولا الرغبات، وإنما منهاج السنة. آخر قاعدة عندنا تسوية الصفوف من تمام الصلاة، تسوية الصف من تمام الصلاة. معلش أطلت عليكم في القواعد، لكنها خير، فيها خير عظيم وبركة، فيها خير عظيم، القواعد فيها خير عظيم جدا. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. إلا أن البخاري قال: من إقامة الصلاة. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، وهي السهام، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، فخرج ذات يوم فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله، من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وتسوية الصفوف تتضمن عدة أشياء: الشيء الأول إكمالها وسد فرجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف الأول فالأول. الثاني تراصها، لما في سنن أبي داود وصححه ابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. ومن تسويتها تقارب الصفوف فيما بينها، فلا ينبغي أن تكون فواصل الصفوف طويلة، لقوله: وقاربوا بينها. ومن التسوية أيضا استقامتها وعدم اعوجاجها، فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. ومنها أيضا محاذاة أفرادها بين مناكبهم وكعابهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحاذوا بالأعناق، حتى قال الراوي: فلقد رأيت الرجل يلصق ركبته بركبة أخيه ومنكبه بمنكب أخيه. فما نراه في هذا الزمان من وجود فرجة تسع شخصا بين أفراد الصف الواحد، هذا مما ينقص أجر الصلاة ومما يوجب اختلاف القلوب، بل ربما من جملة أسباب اختلاف وجوه المسلمين ومناهجهم ومذاهبهم وكثرة نزاعاتهم عدم استقامة صفوف صلاتهم،
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي مذاهبكم وآرائكم. ومن القواعد أيضا: من أدرك ركعة من الجماعة فقد أدرك الجماعة. من أدرك ركعة من الجماعة فقد أدركها. لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وفي سنن النسائي وصححه ابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر. ولأن المتقرر عند العلماء أن الوقت والجماعة والصلاة إنما تدرك بإدراك ركعة كاملة، والركعة إنما تدرك بالركوع. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي القواعد في باب الجماعة والإمامة. ثم ننتقل إلى المسألة الثانية وهي تفاصيل ما ذكره المصنف، وأظننا سوف نحيل على هذا الشرح. قال المصنف رحمه الله: وهي آكد السنن، وهذا قول مرجوح، وقد رجحنا لكم بالأدلة أن صلاة الجماعة فرض على كل ذكر مكلف. قوله: وتنعقد باثنين. اعلم أن الجمع ينقسم إلى قسمين: إلى جمع شرعي وإلى جمع لغوي. فأقل الجمع اللغوي 3، وأقل الجمع شرعا 2، فالاثنان وما فوقهما جماعة، بدليل أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل ممن كان صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه، والشاهد منه أنه يتصدق عليه بإعطائه أجر الجماعة وهما رجلان. وقد أجاز العلماء صلاة الليل جماعة أحيانا، واستدلوا عليها بصلاة حذيفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما اثنان، وبصلاة ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما اثنان، وبصلاة ابن مسعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما اثنان. فهذا دليل على أن الجماعة تنعقد باثنين، ولكن كلما كان الجمع أكثر كلما كان أعظم ثوابا. ولذلك قال: وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، وقد تقدم شرحها بدليلها وأصلها. ثم قال: ويؤم الرجال وتصح بعد أنا مشكلة ما جبت نظاراتي. يقول: وتصح بعد المفضول، بعد أي خلف. فإذا كان الإمام هو المفضول والمأموم هو الفاضل فلا يضر ذلك في صحة الإمامة، وقد شرحتها وبينت لكم دليلها. أنتم معي ولا لا؟ نعم. هل في شيء يحتاج إلى شرح الآن؟ طيب. ثم قال: والأولى أن يكون الإمام من الخيار، أي ممن يجمع الشروط المعتبرة شرعا، وقد بينتها لكم مع أدلتها. ثم قال: ويؤم الرجل النساء، ويؤم الرجل النساء، لأنه منصب ديني، لأن الإمامة الدينية منصب ديني، عفوا، لأنها شعيرة ظاهرة، والشعائر الظاهرة ليست من خصائص النساء، ولأن تقدم المرأة أمام الرجال موجب للفتنة والافتتان بها كما هو معلوم، لا العكس، أي لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال، لما ذكرته لكم من أن الإمامة شعيرة ظاهرة والشعائر الظاهرة ليست من شأن النساء. ثم قال: والمفترض بالمتنفل. هذا يدخل تحت أي قاعدة؟ أن الاختلاف بين الإمام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الاقتداء. قال: والعكس، يعني المتنفل بالمفترض، إنما الخلاف بينهم في هذه الحالة في مجرد النية، والاختلاف في النية لا يؤثر في صحة الاقتداء. طيب. ثم قال: وتجب المتابعة في غير مبطل. قلت لكم إن كل اقتداء
أو نقول من باب الشرح الزائد نقول اعلم أن واجب المأموم خلف إمامه المتابعة لا المسابقة ولا الموافقة ولا التخلف. إذن صارت الأحوال كم؟ أربع. أما مسابقة الإمام فهي مبطلة لصلاة المأموم إن حصلت عمدا، وهي محرمة بإجماع العلماء لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار؟ فهذا دليل على النهي وزيادة أنه كبيرة. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره أي للسجود حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وفي سنن أبي داود وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا أي لا تسابقوه حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. إذن واجب الإمام المتابعة، فإذا سابق إمامه عامدا متعمدا عالما فصلاته باطلة. الحالة الثانية الموافقة، فمن وافق إمامه في تكبيرة الإحرام فكبر مع إمامه للإحرام فهذا أصلا لم تنعقد صلاته، وإذا وافقه في غير تكبيرة الإحرام فإن كان عامدا عالما فصلاته باطلة، منعقدة لكنها باطلة لا تجوز. وأما الحالة الثالثة فهي التخلف، فإذا كان تخلف عن الإمام بركن أو ركنين عامدا عالما حكم التخلف فصلاته باطلة. وأما إذا سابقه سهوا فالواجب عليه أن يرجع حتى يأتي بالركن الذي سبق إمامه فيه بعده، وإذا تخلف وصلاته صحيحة ولا سجود للسهو عليه، وإذا تخلف عن إمامه بركنين أو أكثر فالواجب عليه أن يستعجل في الإتيان بهما ليدرك إمامه فيما هو فيه وصلاته صحيحة ولا سهو عليه. وكذلك إذا وافقه فماذا يفعل؟ يرجع ليأتي بالركن الذي وافق إمامه فيه بعد فعل إمامه له. فإذا صارت تلك الأحوال مبطلة، يبطل عمدها لا سهوها، يبطل عمدها لا سهوها. بقينا في الحالة الرابعة وهي واجب المأموم تجاه إمامه وهي المتابعة، ودليلها ما ذكرته لكم من حديث النعمان ومن حديث البراء ومن حديث أبي هريرة. فإن قلت كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون مع ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. ففي هذا الحديث أن الإمام جالس والمأمومون قياما، فماذا كيف نجمع؟ قال العلماء إن العلة التي تصيب الإمام مما يوجب جلوسه لا تخلو من حالتين، إما أن يكون مصابا بها عند تكبيرة الإحرام بمعنى أنه من حين افتتح الصلاة وهو جالس، فهنا يجب على من خلفه أن يصلوا جلوسا حتى وإن كانوا قادرين القدرة الكاملة على القيام. وأما الحالة الثانية فهي أن يفتتح الإمام الصلاة قائما ثم يعتل فيجلس، فالعلة لم تأته من أول الأمر وإنما في أثناء الصلاة، فهنا يجب على من خلفه أن يصلوا قياما. فأبو بكر افتتح الصلاة قائما، إذن افتتحت تلك الصلاة مع إمام قائم، ثم جاء رسول الله
فأتم الصلاة جالسا. إذن متى جلس الإمام؟ في أثناء الصلاة لا في أولها، فأتم من خلفه قياما. إذن يحمل قوله وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون على ما إذا افتتح الإمام الصلاة جالسا لعذر، ويحمل حديث عائشة على ما إذا افتتح الصلاة قائما ثم اعتل فجلس، فلا إشكال بينهما، والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. ثم قال رحمه الله: ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم، من أم قوما وهم له كارهون. الحديث بتمامه، إلا أن العلماء قالوا إن الكراهة المعتبرة هي الكراهة التي يكون مصدرها شرعيا لا دنيويا شهوانيا، فإن كثيرا من الناس يكرهوننا ونحن نصلي بهم، لكن لو رجعت إلى أصل كراهتهم ومبدئها لوجدتها كراهة حقد وحسد على أشياء دنيوية، فهذا ليست الكراهة التي ينص عليها هذا الحديث. لكن إذا كرهك أناس لسبب مخالفاتك الشرعية وسبب معاصيك التي ترتكبها أو بسبب تقصيرك في حق الله عز وجل، فهم يكرهونك لأمر معتبر شرعا، فهنا لا يجوز لمن يكره القول أن يصلي بهم. فقد يكرهونك لشدة تطويلك الخارج عن دائرة السنة، أو يكرهونك لشدة تخفيفك الخارج عن منهاج النبوة، أو يكرهونك لأنك مرتكب لشيء من الذنوب والمعاصي الظاهرة. فمتى ما كانت الكراهة شرعية فهي التي تمنع الإمام من التقدم، فلا ينبغي للإنسان أن يعرض صلاته للبطلان والرد في إمامته لقوم هو من قرارة نفسه يعلم أنهم يكرهونه كراهة شرعية. ثم قال رحمه الله: ويصلي بهم صلاة أخفهم، أي التخفيف، وقد ذكرت لكم أدلته وقاعدته. لكن قوله صلاة أخفهم يعني أنه ينظر إلى جماعته، فإذا كان ثمة إنسان يستطيع أن يقوم قليلا ولكن إنسان مشلول لا يستطيع القيام، فيجعل مبدأ التطويل أو التقصير إلى النظر إلى هذا الأضعف، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم، لعثمان بن أبي العاص عند الخمسة، وصححه ابن حبان قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعفهم، أي راعي حال أضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليخفف، فإن من وراء الصغير والكبير والضعيف وذل حاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، وفي رواية فليصلي ما شاء. ثم قال: ويقدم السلطان، أي لسلطانه، ورب المنزل، أي لأنه ذو سلطان في بيته أيضا. وقد تقدم لنا قاعدة أن صاحب السلطان أولى بالإمامة في سلطانه. ثم قال: والأقرأ ثم العالم ثم الأسن، كل ذلك ذكرنا أدلته ولا يحتاج إلى إعادة، ولا تبون نعيد شيء، واضح؟ كل هذا يدخل تحت قاعدة كلما كان الإمام أجمع للشروط المعتبرة كلما كانت صلاته أكمل. ثم قال رحمه الله: ووقوفهم خلفه، وموقفهم خلفه، اعلم أن المأموم إما أن يكون مفردا أو متعددا، وإما أن يكون ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، ولكل حكمه، نأخذها واحدة واحدة. فإذا كان المأموم ذكرا واحدا فالموقف الشرعي عن يمين الإمام، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذ برأسي، وفي رواية بشحمة أذني، فأقامني عن يمينه. فإن قلت: وما حكم المنفرد إذا صلى عن يسار إمامه مع خلو يمينه؟ فهمتم السؤال؟
صلى عن يسار إمامه مع خلو يمينه، نقول في ذلك خلاف، والقول الصحيح أن صلاته صحيحة ولكنها خلاف الأولى. فإن قلت وما دليلك على صحتها، نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد تكبيرة إحرام ابن عباس التي افتتحها على يساره، فلو كانت صلاته عن يساره مع خلو يمينه باطلة لأمر ابن عباس أن يعيد تكبيرة الإحرام، لكنه بنى على صلاته ولم يستأنفها، فدل ذلك على صحتها. الحالة الثانية أن يكون المأموم متعددا وكلهم ذكور، ففي هذه الحالة موقفهم خلف الإمام، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم ينخرم ولا مرة واحدة في حياته في صلاته للجماعة بالناس في الفرائض الخمس. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن جابرا وجبار، انتبه، جابر جاء فصف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد جابر وأقامه عن يمينه، ثم جاء جبار فصف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول جابر فأخذ بيدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقامنا خلفه. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتهم فأقامني أنا واليتيم خلفه وأم سليم خلفنا. أنتم معي ولا لا؟ وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. الحالة الثالثة إذا كان المأموم ذكورا وإناثا، ففي هذه الحالة يقوم الذكور خلفه والنساء خلف صف الرجال وإن كانت واحدة، فالانفراد لا يبطل صلاة المرأة وإن كان اختيارا. والدليل على ذلك حديث أنس في الصحيحين والبخاري، وذكرتهما لكم قبل قليل مما يغني عن الإعادة. هذه أحوال الوقوف. قال وموقفهم خلفه، أي إذا كانوا جماعة. أعطيك نظرات الشيخ معي. إلا في قراءة، نظرات قراءة معك، أعطني هاتك يا شيخ. أنا نظراتي مين فيه؟ بس. إيه لا ممتاز، جزاك الله خير. أحسنت، الله ينور بصيرتك. وياك خلاص ترى مقبولة. إحراج ها؟ لا يحل لي أخذها بإجماع العلماء. في قاعدة عندنا أيما مال أخذ من صاحبه حياء وفي رواية استحياء فهو سحت. بس ما عليه، ترى قاعدة مو صحيحة. الله يبيع. الله يبيع. الله يبيع. والله الذن. الأذان الآن. قروا شوي عشان نضرب. عجيب. أقوم ذا الزين والشخصية وآخرتها. تأذن يا حد يأذن؟ هذا وقت الأذان شيخ عبد الله، تأكد يا أخوان هذا وقت الأذان؟ نعم. خلاص؟ توكل. في شاهي؟ عندك في شاهي؟ ولا حليب ولا كابتشينو ولا كرك؟ هذا كابتشينو متمتنا. عاد عصير كوكتيل هذا أحسن شيء ها؟ أذن أذن. الله أشهد أن لا إله إلا الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ثم قال رحمه الله: يقول وإذا اختلت صلاة الإمام، هذه نسيناها، وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المأمومين. وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المأمومين. هذه مسألة يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى فيما لو حصل في صلاة الإمام خلل، أفينجر خلل صلاته على صلاة من خلفه، أم يكون خلل صلاته مقصورا عليه ولا شأن لصلاة المأمومين به؟ فيه ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. فمن أهل العلم من قال إن أي خلل يدخل على صلاة الإمام فمباشرة ينجر إلى صلاة المأمومين، وهذا قول الحنابلة رحمهم الله يشددون في هذا. ومن أهل العلم من قال إن الخلل يكون مقصورا على صلاة الإمام، وهو ما جرى عليه المصنف رحمه الله، ولكن خير الأمور أوساطها، وهو أن هذا الخلل لا يخلو من حالتين: إما أن يكون خللا ظاهرا يطلع عليه المأموم، أو يكون خللا خفيا لا يمكن للمأموم الاطلاع عليه. فإن كان الخلل ظاهرا والمأموم عالم به ومع ذلك اقتدى به فنقول صلاتك باطلة، كمن يعلم حدث إمامه ومع ذلك يصلي وراءه، أو يعلم حرمة الزيادة في الصلاة ومع ذلك يتابع الإمام في الزيادة. فإذا كان السبب الخلل ظاهرا علمه المأموم واستمر في الاقتداء ولم ينوي الانفصال، فإن صلاته تعتبر في هذه الحالة متأثرة بخلل صلاة الإمام. قالوا لما؟ قالوا لأن الانتقال من عدم الانتقال فرع عن العلم، إذ لا نحاسب المأموم بالشيء الذي لا يعلمه، فلا ينتقل خلل صلاة الإمام منه إلى المأموم إلا في الشيء الذي هو ظاهر يعلمه المأموم حتى نحاسبه يا عبد الرحمن بالشيء الذي يعلم. وإذا كان الخلل الذي أبطل صلاة الإمام أو أخل بها خفيا لا يطلع المأموم عليه فالخلل لا يتجاوز صلاة الإمام، إذ أن الخلل منوط بالعلم، فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار، والتكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. مثالها: لو أن الإمام لم يتوضأ أصلا وجاء وتقدم وصلى بنا، فما حكم صلاته؟ باطلة. لكن وضوءه من عدمه أمر خفي فيما بينه وبين الله، فلا ينجر خلل صلاته لصلاتنا. ما فهمت شيء؟ لا، واضح. ولذلك ثبت عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما صليا بالناس، كل واحد منهم صلى، هذا في خلافته وهذا في خلافته، وكل منهما رأى بعد الصلاة أثر جنابة، يعني أنه صلى وهو جنب لم يغتسل، فأعادا الصلاة هما ولم يأمر أحدا بالإعادة. ولأن المأموم إذا لم يكن عالما بحدث إمامه أو بمبطل صلاة إمامه فلا ينبغي أن يحاسب الجاهل، لأن الجهل عذر في ارتفاع الأحكام الشرعية. فإذا قول المصنف رحمه الله وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المأمومين، نحن نوافقه في شيء ونخالفه في الشيء الآخر. نوافقه إذا كان الخلل ظاهرا يطلع عليه المأموم، وأما إذا كان الخلل خفيا لا يطلع عليه المأموم فلا نوافق
الإمام الشوكاني فيه. هذا القول هو الوسط وهو القول الأقرب إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله: وموقفهم خلفه شرحناها، إلا الواحد فعن يمينه شرحناها. ثم قال: وإمامة النساء وسط الصف، وهذا أفتت به عائشة وجمع من العلماء أن إمامة النساء تقف في وسطهن، لأن التقدم على الناس من خصائص الرجال. ثم قال: وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء. اعلم أن هذا الترتيب فيما لو دخل الجميع مرة واحدة، لكن لو دخل الصبي قبل الكبير فإن الأحق بالصف الأول من سبق إليه، لأن المتقرر عند العلماء أن من سبق إلى مباح فهو أحق به. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال العلماء: هذا فيما لو دخلوا دفعة واحدة، وإلا فلا حق لأحد أن يقيم صبيا من الروضة أو من مكان سبق إليه، لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به، ولأن في إقامته أمام الناس تنفيرا له عن الصلاة والمسجدية. وأما النساء فإنهن يكن خلف صفوف الرجال والصبيان مطلقا، لأنه ليس من طبيعتها التقدم على الرجال، إلا أن العلماء استثنوا مكة لشدة الزحام فيها، فإنك لو صليت وأمامك امرأة فاتق الله وغض بصرك وصلاتك صحيحة لا بأس عليك، لأن المتقرر عند العلماء أنه يغتفر في حال الضيق ما لا يغتفر في حال السعة، يغتفر في حال الضيق ما لا يغتفر في حال السعة. وفي مكة خاصة تجاوز العلماء عن أشياء كثيرة كالسترة والمصافة وغيرها مما نص عليه الفقهاء في كتبهم. ثم قال رحمه الله: والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى، هذا إذا كانوا عرفوا الأحقية وتقدموا. وأما أولو الأحلام والنهى إذا كانوا قد اضطجعوا في بيوتهم والمؤذن قد أذن والإقامة قد أقيمت ثم يأتي أولو الأحلام والنهى بعد ذلك يتبخترون إلى المسجد، فهذا حق في الصف الأخير. قوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليس في هذا فرض حق له في هذا الصف، بل فيه تشجيع للتبكير. ليلني منكم أولو الأحلام أي ليبكروا حتى يلوني، ليبكروا، بما أن الرسول يريدنا خلفه فلا بد أن نبكر حتى لا يحوز المقام غيرنا. ثم قال رحمه الله: وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم، وبينت لكم الأشياء التي تحصل بها التسوية، وأن يسدوا الخلل، وأن يتموا الصف الأول فالأول ثم الذي يليه ثم كذلك. وكل ذلك تقدم مستوفا مشروحا ولله الحمد والمنة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الباب الثالث، وهو باب سجود السهو. وعندنا قواعد في باب سجود السهو لا بد من فهمها أيها الإخوان، لا سيما إذا كان الإنسان إماما في الصلاة، وهي مهمة للجميع، لأن صور السهو قد تعرض لكل أحد. وأنا سأذكر لكم شيئا في سجود السهو، قواعد ربما بعضكم لم يسمعها لأول مرة، لأنها تجمع كل حذافيري صور سجود السهو، وهي عندي قرابة 10 قواعد، لكن يكفينا منها 4 قواعد إذا فهمتموها ففي خير كثير، وما عداها فهو سهل. تبون ساعة صبورة؟ اللي تبي ايش؟ أنا في درس لي ظاهر شرحت على الصبورة ولا لا؟ بس إذا كنت أشرح على الصبورة بس بيروح الصوت. واضح؟ طيب ارفعوا رؤوسكم لي واتركوا الأقلام. اعلم رحمك الله تعالى
أن من رحمة الله عز وجل أن جبر خلل بني آدم في صلواتهم، وجعل لكل جابر صورة من صور سجود السهو يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى في باب سجود السهو. وإذا قربت الإقامة أخبروني. ها الآن الإقامة تبون أصلي؟ طيب اسمعوا. وقد بحث العلماء رحمهم الله تعالى في أسباب سجود السهو واستقرأوا الأدلة الواردة في ذلك فوجدوها ثلاثة أسباب: سجود سهو سببه الزيادة في الصلاة، وسجود سهو سببه النقص في الصلاة، وسجود سهو سببه شك عرض. إذن زيادة ونقص وشك. نأخذها واحدة واحدة وننظر إلى القواعد المندرجة تحت كل سبب. أولا نأخذ النقص في الصلاة. أنا قلت لا تكتبون، صح؟ لا تكتبوا. أول شيء النقص، وهو أغلب ما يحصل للناس، فصور السجود عن النقص أكثر. هذا النقص لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون نقص ركن من أركان الصلاة وله قاعدته، وإما أن يكون نقص واجب وله قاعدته، وإما أن يكون نقص سنة من سنن الصلاة من عادته فعلها. هل في شيء آخر في الصلاة؟ صفة الصلاة إما ركن أو واجب أو سنة. الشروط لا استقبال القبلة، وهذه ما فيها سهو لأن الشروط قبل فعل الصلاة، أما ماهية الصلاة فهي مركبة من ركن واجب سنة. قاعدة الأركان تقول: من ترك ركنا سهوا فإنه يأتي به وبما بعده وسجوده بعد السلام. من ترك ركنا سهوا فإنه يأتي به، أي بالركن المتروك، وما بعده، لأن ما فعله بعده ليس فيه شرط ركن الترتيب، فجميع الأركان التي فعلها بعد هذا الركن المنسي كلها باطلة في حقه. فماذا يفعل؟ يرجع إلى هذا الركن المنسي ويأتي به وبما بعده، فإذا أتم نظم صلاته وتشهد وسلم فتكون صلاته قد تمت، ولا لا؟ فليس من المناسب جعل سجود السهو قبل السلام، لأن صلاته قد تمت بالمجيء بالركن وبما بعده، فناسب أن تكون سجود السهو بعد السلام. هذا عن الزيادة يا شيخ فهد. ودليلها الشرعي، دليلها الشرعي، لا ما هو بالزيادة، عن النقص، نقص ركن، أنقص ركنا، يعني بمعنى أنه قام من السجدة الأولى ولم يجلس بين السجدتين ولم يسجد السجدة الثانية، وإنما قام للركعة الثانية مباشرة، فهنا يجب عليه أن يرجع إلى الركن المنسي حتى وإن شرع في الركعة التي بعدها، فلا اعتداد، ارجع مباشرة للسجود واعتبر جميع ما فعلته من الركعات بعد هذا الركن المنسي باطلا ملغيا، فتأتي به وبما بعده ثم تسلم ثم تسجد للسهو وتسلم. دليلها ما في الصحيحين من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال أبو هريرة قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، وفي رواية الإمام مسلم صلاة العصر، قال: فصلى ركعتين ثم سلم. الآن أنقص أركانا ولا لا؟ فقام إلى خشبة معروضة في مقدم المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه وجعل خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. وهذه عادة الإنسان إذا نقصه شيء من التعبدات، إذا كان متصلا بالله اتصالا كبيرا، إذا حصل خلل عنده في العبادة يحس أنه ضايق صدره، ضايق خاطر، واللي ما عنده مين هذا ينبسط اللي خلصت الصلاة. وقام سرعان الناس من المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فغاباه أن يكلمه. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، لأن في يديه طول، وهذا لقب للتعريف ليس للسخرية والاستهزاء، وهذا جائز. فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ كم الاحتمالات؟ احتمالا. فقال: لم أنس ولم تقصر. نفى الاحتمالين.
فانتفى عند ذي اليدين القصر، لأنه لو كان قصر قصرت الصلاة لكان قصر وهو يعلم. إذن بقي الاحتمال الثاني فقال بلى قد نسيت، ولم يقل بلى قد قصرت. هذا فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. ماذا فعل الآن؟ ترك أركانا. قال فتقدم فصلى ما ترك، أي جاء بالركن المنسي وما بعده، ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. متى جعل سجود السهو؟ بعد السلام، لأنه ترك ركنا. ولأن المتقرر عند العلماء أن الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، بخلاف الواجب الذي يفوت ويجبر بالسهو. فهمتم الآن؟ فإذا من ترك ركنا اكتبوها، هذه القاعدة الأولى، من ترك اكتبوها فقط بدون تفاصيل، ثم ارفعوا رؤوسكم لي للقاعدة الثانية. من ترك ركنا فإنه يأتي به وبما بعده وسجوده بعد السلام. وسجوده بعد السلام، واضحة؟ ترى لي رسالة مختصرة اسمها تحقيق ضوابط سجود السهو، لعلكم تراجعونها في الصفحة الخاصة بي. طيب، انتهينا من نقص الأركان، بقينا في نقص الواجبات. فيما لو فاتتك تسبيحة الركوع والسجود، قول سمع الله لمن حمده، التشهد الأول، فاتك شيء من الواجبات، ما قاعدته؟ تقول القاعدة قبل ما تكتبون، انتبهوا لي، من ترك واجبا سهوا فإنه يفوت بفوات محله وسجوده قبل السلام. من ترك واجبا سهوا فيفوت بفوات محله وسجوده قبل السلام. سجوده قبل السلام للأثر والنظر. أما من الأثر ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك، وهو اسم أبيه، ابن بحينة وهي اسم أمه، وهذا من الصحابة الذين ينسبون لآبائهم وأمهاته، فبحينة ليس اسما لجده، وإلا لقلنا عبد الله بن مالك ابن بحينة، لأن الإضافة تلغي التنوين، لكن قلنا عبد الله بن مالك ابن بحينة، إذن بحينة هي أمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، انتبه، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، ترك ركنا ولا واجبا؟ واجبا. قال فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين ثم سلم. لما تركه ولم يأتي به ولم يعد إليه؟ لأنه واجب، بخلاف ما حصل في حديث ابن سيرين عن أبي هريرة جاء به. فإذا فرق في السجود بين الأركان والواجبات. إذن هذا الدليل الأثري. أما النظري فلأنه لما ترك هذا الواجب بفوات محله فصلاته إيش؟ ناقصة، فناسب أن يجعل السجود قبل السلام لتكميل هذا النقص. أما في الأركان فقد تمت صلاته، فناسب أن يجعل السجود بعد السلام. ماشي؟ اكتبوها حتى نقيم. من ترك واجبا سهوا فإنه يفوت بفوات محله وسجوده قبل السلام. من ترك واجبا سهوا فيفوت بفوات محله وسجوده قبل السلام. عرفتم الآن؟ فإذا فوت ركنا فأت به وبما بعده واسجد له بعد السلام، وإذا فوت واجبا وفات محله فسجوده فيفوت بفوات محل وسجوده قبل السلام. انتبه، انتبه لما سأقول الآن، انتبه لما سأقول. لو أن الإنسان خالف فسجد للركن قبل السلام وللواجب بعده، فسيأتينا فيها قاعدة خاصة إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.